التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي ياتي في اطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب هاني مسعد شبانة، قائد المنطقة الغربية العسكرية. قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتلي المنطقة الغربية العسكرية. مؤكدا ان رجال المنطقه دائما في اعلى درجات الكفاءه والجاهزيه القتاليه مستعدون لتنفيذ كافه المهام التي توكل اليهم بالتعاون مع الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه والقى الفريق اول عبد المجيد صقر كلمه نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للحضور مؤكدا ان امن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قواتها المسلحه قويه قادره على مجابهه كافه المخاطر والتحديات مشددا على ان الجيش المصري جيش قوي ورشيد مهمته الاساسيه الدفاع عن حدود الدوله المصريه وحمايه مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الامن والاستقرار للنهوض بالدوله المصريه مشيرا الى ان افراد القوات المسلحه هم نتاج خيره شباب هذا الوطن الذين تم اختيارهم وفق محددات وضوابط عديده تحقق الوصول لافضل العناصر لنيل شرف خدمه الوطن مضيفا ان من المهام الاساسيه للقوات المسلحه التدريب الجاد والواقعي للوصول بمستوى الاحترافيه لتنفيذ اي مهمه تسند اليها تحت مختلف الظروف واشاد القائد العام للقوات المسلحه برجال المنطقه الغربيه العسكريه وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهامهم وحمايه بوابه مصر الغربيه ضد اعمال التهريب والتسلل عبر الحدود بالاضافه الى اي عدائيات في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقه وطالبهم باليقظه الدائمه والحفاظ على الاسلحه والمعدات لفرض السيطره الامنيه الكامله على حدودنا الغربيه وفي سياق متصل قام الفريق اول عبد المجيد صخر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه بجوله تفقديه جوا لعدد من نقاط التامين الحدوديه على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكله اليها